بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع حلقة جديدة من برنامجكم الحرب والسلام في الإسلام. نلتقي حول القرآن الكريم والآيات التي تكلمت عن القتال وعن الجهاد لنتبين أن كثير من الناس فهمها خطأ فاعتدى على خلق الله سبحانه وتعالى، وأن كثير من الناس يريد أن يوزع لها خطأ فينشر أن هذا الدين يدعو إلى العنف أو الاعتداء على خلق الله. تكلمنا في المرة السابقة عن قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واليوم نتكلم عن الآية التي تليها وترتبط بها، فمفهومها من مفهومها يقول: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وتأمل معي: اقتلوهم، من هؤلاء الذين يدعون ندعى إلى قتلهم المذكورين في الآية السابقة الذين قال الله فيهم الذين يقاتلونكم، المعتدون الذين يقاتلونكم؟ لماذا نقتلهم؟ دفاعا عن الأرض، دفاعا عن العرض، وكل هذا منضبط بالشروط التي جعلها الله سبحانه وتعالى لقضية القتال، والتي لا تخرج في حقيقتها عن الشروط التي يقرها الإنسان. الإنسان العادل يقر قضية الدفاع عن النفس وعدي الدفاع عن العرض، حتى لو بلغ هذا قضية الدفاع المسلح في حدود ما تقره الدولة الحديثة، بل في حدود ما يقره القانون الدولي المحترم. اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم، وتأمل الكلام، أخرجوهم من حيث أخرجوكم. إذن هؤلاء بدأوا بالعدوان فهجروا وأخرجوا الناس، ولذلك قال لهم: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ثم تأمل، قال: والفتنة أشد من القتل. الفتنة التي حدثت من بدء العدوان من خلال التهجير والاعتداء على الأنفس والاعتداء على الأعراض، هذه أشد من أنني سأبادر فأقتل مسلحا أو أقتل أحدا ممن اعتدى علي. وأكرر مرة أخرى وأقولها أكثر من مرة ليتنبه الناس أن هذا مقيد بأخلاقياته وبشروطه التي ذكرنا بعضها قبل ذلك والتي نذكر بعضها بعد ذلك. الفتنة، فتنهم للناس، افتانهم للناس، إيقاع الضرر بالناس، ربما كانت في بعض الأحيان أشد من القتل وسفك الدماء. ثم بعد ذلك لابد من احترام الأماكن والتقيد حتى وأنت في حالة القتال. ألم أقل لك القتال مرهون بالقيم؟ ألم أقل لك القتال مرهون باحترام الحرمات؟ ولذلك نهاهم، قال لهم: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ربما يقول البعض: هذا فيه عنصرية، ونحن نقول: لا، هذا تنبيه على أن الأماكن المحترمة والأماكن المقدسة ينبغي أن يحافظ الإنسان على قداستها حتى في أعنف الظروف، في حالة الحرب. ولذلك نستوضح النهي عن أن نقاتل في كنائس أو نقاتل في أماكن لا ينبغي لنا أن تسال فيها الدماء. الفتنة أشد من القتل، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هذا معنى الآية، وربما فهمها بعض المتشددين خطأ، ربما فهمها بعض المتشددين خطأ، ولذلك فنحن نبين مقصد الشرع الشريف من هذه الآية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.